للمزيد من المتابعه ينضم الينا عبر الهاتف استاذ كمال ريان الكاتب الصحفي. استاذ كمال، بالحديث عن الحمايه الاجتماعيه في الدوله المصريه وكيف تطورت على مدار السنوات الماضيه تحديدا منذ 2014 وحتى 2024 والمظله الحياه تتسع حسب الظروف الداخليه للدوله وحسب التاثيرات طبعا الخارجيه على المستوى المعيشي في الداخل المصري. تقييمك على مدار هذه السنوات، خصوصا انه كانت البرامج الحمايه الاجتماعيه تشمل برامج عديده، دعم بكافه الاشكال، الحقيقه انه حتى وصلت الى مناطق الصعيد، فتقييمك بشكل عام حتى الان على هذه المظله والحقيقه استراتيجيه الدوله فيما يتعلق بالحمايه الاجتماعيه. الحقيقة الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في السياسات الاقتصادية للدولة، ويمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية بيهتم بالحماية الاجتماعية وتكلفاته المستمرة للحكومة بالاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، ويمكن حتى تكلفات السيد الرئيس للحكومة الجديدة بتاعت الحماية الاجتماعية والاهتمام بمحدود الدخل والاهتمام بالتعليم والصحة وضبط الأسواق والأسعار، كل دي تكلفات أساسية من تكلفات السيد الرئيس للحكومة الجديدة. الحقيقة على مدى يمكن من 2014 حتى 2024 لغة الأرقام يمكن تترجم إلى أي حد الدولة اهتمت بالحماية الاجتماعية والزيادة المستمرة في المخصصات للحماية الاجتماعية والتوسع المستمر في مظلة الحماية ومظلة الأمان الاجتماعي لفئات كثيرة من المواطنين. احنا يمكن بنتكلم عن حاليا برامج الحمايه الاجتماعيه تبلغ مخصصاتها نحو 640 مليار جنيه في موازنه 2024-2025 العام اللي هيبدا مع بدايه يوليو القادم. احنا بنتكلم في 640 مليار جنيه، العام السابق ليه كانت 530 مليار جنيه اللي هو العام المالي الحالي اللي هينتهي مع نهايه يونيو. نعم. يعني احنا بنتكلم عن 20% زياده في مخصصات الحمايه الاجتماعيه خلال العام القادم، وهذه الزياده طب ينظر اليه في علم الدول يا استاذ كمال كامر ايجابي ام امر سلبي ام امر متعلق بالتطورات الاقتصاديه والتاثيرات الاقتصاديه علينا هنا؟ الحقيقه بالتاكيد طبعا الحمايه الاجتماعيه امر ايجابي، ويمكن اللي يدل على ذلك ان التجربه المصريه في مجال الحمايه الاجتماعيه الحقيقه يمكن صندوق النقد وبيقدمها كتجربه للكثير من الدول اللي بتمر بمراحل اصلاح اقتصادي، ازاي مصر نفذت اجراءات الاصلاح الاقتصادي مع الحمايه الاجتماعيه الكامله لمحدود الدخل وتقديم كل الدعم اللازم ليهم. يمكن ايضا هذه الاجراءات للحمايه الاجتماعيه والزيادات المستمره في المخصصات حمت الطبقات الفقيره ومحدود الدخل من تاثيرات التقلبات الاقتصاديه العالميه والازمات اللي مر بها العالم بدايه من جائحه كورونا والازمه الاقتصاديه الروسيه الازمه الروسيه الاوكرانيه وحتى كمان الازمه الحاليه في منطقه الشرق الاوسط والحرب الاسرائيليه على قطاع غزه، كل دي طبعا اثرت على الاقتصاد المصري كما اثرت على اقتصادات دول المنطقه واقتصاد العالم كله. احنا شفنا خلال ازمه كورونا ازاي زياده نسبه البطاله زادت بشكل كبير في الدول المتقدمه في امريكا واوروبا، وازاي تم اغلاق الشركات والناس فقدت وظائفها. فمصر هنا الحقيقه يعني حتى العماله غير المنتظمه كان يعني برامج دعم اليوم يعني تم يعني حمايتهم لاجتياز الفتره اللي هي بتاعت كورونا والمرض بها العالم كله. احنا بنتكلم كمان خلال العشر سنين من 2014 الى 2024 لو حسبنا المخصصات اللي وجهت للحمايه الاجتماعيه حوالي 2 تريليون جنيه خلال هذه الفترة، وده رقم حقيقة رقم كبير جدا. يعني هذه الإجراءات وطبعا احنا يمكن شفنا كثير من الإجراءات اللي اتخذتها الدولة، شفنا زيادة مخصصات الأجور بزيادة مستمرة، شفنا رفع الحد الأدنى للأجور بعد ما كان 1200 جنيه وصل إلى 6000 جنيه، شفنا زيادات مستمرة في المعاشات، زيادة الحد الإعفاء الضريبي، كل دي إجراءات طبعا برامج تكافل وكرامة والتوسع المستمر وصل حتى الآن أكثر من يمكن 5000
و200 اسره بتشملها البرامج، وفي توسع مستمر في مد مظله هذا البرنامج والحجم المخصصات لهذا البرنامج. ايضا الدعم الموجه للمواد الغذائيه، ويعني احنا بنتكلم في اكثر من 140 مليار جنيه دعم موجه للدعم المباشر للمواد الغذائيه. كل دي طبعا يعني ارقام تؤكد قد ايه الدوله بتهتم بالحمايه الاجتماعيه. طبعا شفنا المبادره الرئاسيه حياه كريمه اللي هي مدت مظله مش بس الحمايه الاجتماعيه لكن توفير حياه لائقه. نعم. من كل النواحي. الحقيقه استاذ كمال انه تقريبا في كل المجالات، مجالات الدوله، مجالات الحياه، في مظله حمايه اجتماعيه تابعه لهذا القطاع، اذا كانت الصحه، الزراعه، الصناعه، التشغيل من خلال فرصه، المعاشات، الاجور، حياه كريمه، الحياه كيف ذلك؟ يعني كيف وضعت هذه الاستراتيجيه انه من خلال اي قطاع في مظله الحمايه الاجتماعيه لمساعده هذا القطاع، اذا كان العماله غير المنتظمه، المزارعين الصغار، المصنعين الصغار، المعاشات، يعني راي حضرتك ايه في هذه او فلسفه هذا الامر؟ الحقيقه بالتاكيد يعني الدوله حرصت على ان مظله الحمايه الاجتماعيه تشمل كل شرائح وكل فئات المجتمع المصري في كل المحافظات وفي كل بقعه على ارض مصر. يعني احنا لما نتكلم المبادره الرئاسيه حياه كريمه، دي مبادرة يعني حسنت وساهمت في تحقيق جودة الحياة ل 60% من سكان مصر، واللي هم في الريف المصري يمكن ما كانش بينظر إليهم بالاهتمام على مدى يعني عقود طويلة. احنا شفنا الحياة كريمة ازاي دخلت قرى ونجوع واهتمت بإنشاء مدارس جديدة ومستشفيات وتمهيد طرق ومساكن لائقة وغيرها، يعني يمكن دي وصلت لأماكن ما كانش حد يمكن بيهتم بيها قبل كده. القرى ظلت محرومة من كل الخدمات سواء مياه شرب أو صرف صحي أو تعليم أو صحة، وصلت ليها المبادرة. احنا شفنا الاهتمام بالمزارع المصري ومن خلال طبعا المبادرات اللي تمت مع الجهات المعنيه، شفنا الاهتمام المبادرات الصحيه 100 مليون صحه وغيرها من المبادرات اللي تمت حتى بالاطفال وموضوع التقزم والسمنه وغيرها، وازاي تم الاهتمام بالطفل المصري وبالمراه المصريه وكل الحياه شرائح المجتمع. كل دي تؤكد ان برامج الحمايه الاجتماعيه، طبعا لا ننسى الاسكان الاجتماعي وما تم في هذا المجال من موارد كبيره وتوفير وحدات سكنيه لكل الفئات سواء محدود الدخل او متوسط الدخل، كل الفئات لها يعني وحدات سكنيه تناسبها. الحقيقه الكثير من يعني فعلا مظله الحمايه الاجتماعيه شملت كل الفئات اللي هي ممكن تكون محتاجه للحمايه، وده اللي خلى مصر تجتاز يعني مراحل كثيره صعبه، مراحل كثيره طبعا الازمات اللي مر بها العالم، اجراءات الصحه الاقتصادي. احنا لولا هذه الاجراءات ولولا الحمايه الاجتماعيه ما كناش قدرنا نجتاز هذه الازمات العالميه. الحقيقه كان دايما بيراعى التوقيتات يا استاذ جمال، يعني حتى فيما يتعلق برفع الدعم عن الكهرباء اذا كان التوقيت كان صعب كان بيتم تاجيلها الى حد ما، لانه ده برنامج الدوله المصريه ملتزمه به، فكان بيراعى دائما التوقيتات مع عدم الخلل يعني بالكثير من البرامج المتعلقة ب يعني التهدئة أو الرفع بشكل أو بآخر من الدعم في قطاع ما. نعم، وده حقيقة الدولة فعلا ما زالت بتدعم هذه الشرائح يعني، نعم يعني حتى يعني الكهرباء وغيرها الدعم ما زال موجه للشرائح التي تستحق الدعم. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي.